تارت الكنافة بالنوتيلا، ربع كيلو كنافة متقطعة وسط، نحط عليهم 3 معالق سكر بودرة ونص كوباية زبدة دايبة. ندهن الصينية كويس قوي بالزبدة، صينية التارت، وبعدين نشكل الكنافة ونحطها على الحواف كويس. ندخلها الفرن على درجة حرارة 200، يدوب تاخد لون وطلعها وحط عليها شربوت 4 معالق كفاية جدا. كوباية كريمة خفق هحطها على النار، هزود عليها الشوكولاتة اللي أنا عايزاها، أي نوع شوكولاتة بتفضلوه. هنحط عليها 3 معالق نوتيلا كبار ورشة ملح ومعلقة كبيرة زبدة. بعد ما ندوب كل دول مع بعض هنحطها على الكنافة. بصوا شكلها حلو ازاي، كان طعمها يجنن. نحطها في التلاجة أقل حاجة 2-3 ساعات عشان تتماسك، وبعدين ناكلها بالهنا والشفا. انا كنت مستعجلة عليها طبعا، ما قدرتش استنى كتير فقطعتها بعد ساعة. طعمها كان يجنن بجد، لازم تجربوها.